صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم فيضحى. صباح يوم الاثنين، صباح يوم مفعم بالحيويه مع بروده رائعه في الجو. صباحك الله بالخير اختي شوق. يسعد صباحك، وطبعا مشاهدينا وما كنتم تتابعونا حياكم الله، ونقول بسم الله وعلى بركه الله نبتدي حلقه جديده من برنامج فيضحى. خلال هذا البرنامج اللي عودناكم اكيد على تنوع الفعاليات والضيوف والفقرات، وصباحكم جو جميل نفس ما ذكر زميلي، صباحكم الأشياء والمناظر الرائعة. طبعا اليوم لو تشوف درجة الحرارة كان تقريبا 14 الصبح. شوق ذبحنا البرد، شو مشتي وغطرة شال والزكام ذبحنا وبعد برد، بس هذه الأجواء طبعا واحد لأنه تعرف يعني هو فترة الشتاء تكون شوي محدودة، فالواحد يفقد هذه الأجواء، وإحنا الحين في أبرد شهور السنة مشاهدينا الكرام. أكيد. إنزين، بما أننا قاعد نتكلم عن هذه الأجواء الجميلة، خلونا الحين مشاهدينا نطلع هذه اللقطات ولنا عودة. قطر عمري قطر، مناظر جميلة من قطر يتجدد لقانا أكيد وياكم مشاهدينا في حلقة جديدة مناظر جميلة نفس ما قلنا، فعاليات وفقرات مختلفة. وطبعا بما أن احنا كبرنامج فيضحى دائما حريصين وعودناكم على التجديد والتنوع وأيضا تسليط الضوء على كل الفعاليات، فرح تنطلق اليوم أولى منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته السابعة. طبعا هذا المهرجان الذي يقام برعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني في صبخة مرمى بمنطقة سلين. طبعا تنظم هذه من جمعية القناص القطرية وأيضا المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة.
طبعا مشاهدي الكرام سيشهد الافتتاح انطلاق مسابقة هدد التحدي لفروخ الشواهين والحمام الزاجل، وتعتبر هذه النسخة الأضخم من حيث المشاركة، فقد تم تقسيم المشاركين على 21 مجموعة بواقع 36 مشارك في كل مجموعة. وطبعا هذه دعوة أكيد نوجهها لكل عشاق هذه الرياضة التراثية لزيارة صبخة مرمي للاستمتاع بهذه البطولة. وطبعا احنا أكيد ما راح ننسى العائلات أن لهم أماكن مخصصة وأنشطة كثيرة ومتنوعة. طبعا مشاهدي الكرام كل هذه المعلومات اللي قدمناها لكم اليوم جزء ما يوفي هذه البطولة حقها. طبعا المزيد عن هذه المعلومات عن هذه البطولة تابعونا يوميا في رسالة يومية يقدمها تلفزيون قطر في تمام الساعة 7:55 دقيقة مساء. نقدر حتى تقريبا نقول الساعة 8 هو راح يبتدي هذا البرنامج، واكيد احنا في دورنا نفس ما ذكرت لكم مشاهدينا في برنامج في الضحى بنقدم لكم رسالة يومية مختصرة للبطولة. اما الحين ايش رايك نترك مشاهدينا مع هذا التقرير حول البطولة وابرز استعداداتهم للانطلاق؟ ايش رايك نتركهم؟ مشاهدينا استمتعوا في هذا التقرير ولنا عودة. يعتبر مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد من أكبر المهرجانات المتخصصة في مجال الصقور والصيد في المنطقة، حيث تميز بالدعم اللامحدود وبقوة المنافسة وبالحضور الجماهيري الكبير من مختلف الدول. فقد حظي المهرجان بمشاركة واسعة النطاق من قبل الصقارين في دول مجلس التعاون. ويقام المهرجان تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني منذ انطلاقته في عام 2010. تنظم لجنة مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد العديد من البطولات والفعاليات المصاحبة خلال أيام المهرجان، مثل فعالية الرماية والتي تحظى باهتمام العديد من زوار المهرجان والمشاركين فيه. كما يصحب المهرجان معرضاً يتم فيه عرض وبيع المنتجات الخاصة بالصقور والصيد في الموقع المخصص لإقامة المهرجان بمنطقة سيلين صبخة مرمي، حيث تجهز المنطقة بالكامل بشكل سنوي لاستقبال البطولات من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان. كما ويعتبر هذا المهرجان من المناسبات والفعاليات الهامة والأكثر متابعة من قبل الجمهور في داخل وخارج الدولة، وسيشمل نشاطات وإعلانات ترويجية وتفاعلية في معظم مناطق الدولة وخارجها. عودة لكم من جديد مشاهدي الكرام بعد ما شفنا هذا التقرير عن مهرجان قطر الدولي السابع للصقور والصيد. تقرير جميل، فعاليات جميلة مصاحبة لهذا البرنامج لهذا المهرجان. أدعو الجميع لمشاهدة طبعا التقرير اليومي من تلفزيون قطر الساعة 8 مساء، وأدعو الجميع أيضا للتوجه هناك لصبخة مرمي ومشاهدة الأجواء هذه على أرض الواقع، لأن مهما كان في تغطيات مهما كان في أيضا تصوير الواقع دائما مختلف، الواقع دائما غير. إيش عندنا الحين يا شوف؟ فعلا
طبعا اكيد فهذه دعوه لهم انهم يروحون هناك ويكونون حاضرين ومتواجدين ويشوفون هذه الاجواء. اكيد احنا مشاهدين راح نكون مستمرين معاكم في تغطياتنا ايضا اكيد وفي اخبارنا اللي راح ناخذكم فيها جوله للصحف المحليه وايضا اخبارنا العالميه. مع أول خبر مشاهدينا الكرام من جريدة الشرق القطرية، أطباء خطط لتطوير الخدمات والأقسام بمستشفى النساء والولادة. كشف الدكتور هلال الرفاعي المدير الطبي لمستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية عن إضافة 27 سريرا جديدا إلى وحدة رعاية حديثي الولادة بمستشفى النساء، وذلك ضمن مشروع التوسعات الذي تم الانتهاء منه مؤخرا، مشيرا إلى استحداث غرفة مطورة لعزل الأمراض التنفسية وأربع غرف لرعاية الأم والطفل. طبعا شوف خبر حلو انه في توسعه ايضا في مستشفى النساء والولاده، الله يعطيهم الصحه والعافيه مؤسسه حمد الطبيه. فعلا هم دائما قاعد نشوف هناك تطور وازدياد ودائما هناك رقي وارتقاء في الاعمال اللي يقدمونها والخدمات. طبعا اكيد احنا المشاهدين راح نكون مستمرين معكم. ننتقل الى جريده الوطن اللي هو جامعه قطر تبتعث 62 طالبا. اعلن الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعه قطر ان عدد المبتعثين الذين تم تعيينهم في الجامعه منذ عام 2011 بلغ ما يقارب 50 من الكليات والجامعات واقسامها، طبعا مشيرا الى ان الجامعه عينت 21 مبتعثا في سبتمبر 2013. جاء ذلك من خلال تنظيم مكتب البعثات والشراكات في جامعة قطر الملتقى السنوي الخامس لطلبة البعثات الدراسية، وبالإضافة إلى ذلك برنامج الرعاية الطلابية اليوم في فندق سانت ريجس بحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات وأساتذة الجامعة والطلبة المبتعثين. كما حضر الملتقى سعادة السفير الفرنسي في دولة قطر السيد إيريك، وأيضا سعادة السفير الأمريكي لدى دولة قطر السيدة دانا شال، وسعادة سفير كندا لدى دولة قطر السيد أدريان. وطبعا قد جرى ذلك خلال حفل تكريم الطلبة المبتعثين والطلبة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتورة. طبعا الله يعطيهم العافية، دائما جامعة قطر متقدمة، دائما جامعة قطر في القمة وتقدم الكثير والكثير لطلابها المبتعثين وأيضا للطلاب اللي راح يلتحقون بجامعة قطر. نروح شوق لجريدة الراية، بدء تلقي حجوزات عمرة الربيع. تشهد مكاتب حملات الحج والعمرة إقبالا من المواطنين والمقيمين أيضا لحجز رحلات عمرة الربيع التي ستبدأ منتصف يناير مع انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول. وأكد عدد من المقاولين للراية أن أسعار حملات البر تتراوح بين 800 إلى 1200 ريال قطري للفرد، فيما تتراوح أسعار رحلات العمرة عبر الطيران ما بين 4000 إلى 5500 ريال شامل التأشيرات والسفر والتنقلات والإقامة أيضا. الله يجعلها إن شاء الله عمرة مقبولة لكل من نوى العمرة في الربيع، وأحلى وقت الحين الجو حلو أن الواحد يحتمر. فعلا صحيح الجو حلو ويساعد أنك تروح أنت وتروح أنه حتى مع العائلة وكذي بكل بشكل عام يعني. فعسى الله يوفقهم إن شاء الله يعطيهم الصحة والعافية، واللي مسكين في بقلبه نية وما قدر يروح الله يعطيه إن شاء الله على قديته. طبعا مشاهدين احنا ما زلنا مستمرين معاكم في جولتنا العربية والصحف المحلية. ننتقل حق جريدة الشرق. هني الشرطة المجتمعية تتابع ضوابط السلام بمخيمات المرعى. عفوا جريدة العرب أخبارنا دائما تكون محلية ومتنوعة، فالحين نقرأ هذه الخبر. هو نظمت إدارة الشرطة المجتمعية أمس الأول بالتعاون عفوا مع الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والهلال الأحمر القطري وإدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة حملة مخيم آمن، وذلك في منطقة الغارية الساحلية في كل من غريدة راس مطبخ والمفير. طبعا نشوف حلو اهتمام دائم في سواء طبعا من خلال هذا الموضوع أو حتى المواضيع التي سبق تطرقنا لها، دائما اهتمام يكون مركز على أنهم يهتمون في أدق التفاصيل أكيد لسلامة الناس وسلامة كل من يذهب هناك. أكيد الله يعطيهم الصحة والعافية. طبعا انتهينا من جولتنا في الأخبار المحلية، نروح للأخبار العالمية. الكبار يفقدون 46 ليلة نوم كل عام بسبب التوتر. هالخبر عاجبني وايد حلو. اكيد خلينا نشوف ليش احنا نفقد 46 يوم بسبب التوتر. يقول لك يا شوق، وجدت دراسة أن الكبار عادة يفقدون 46 ليلة نوم كل عام بسبب التوتر، وفق ما طبعا قال موقع إكسبرس البريطاني. فمتوسط ساعات نوم الكبار 6 ساعات و36 دقيقة كل ليلة، وهو عدد أقل من ساعة و24 دقيقة عن عدد ساعات النوم الموصى بها.
وكشفت الدراسة أن عدد الساعات التي لا ينام فيها الكبار هو 511 ساعة على مدار العام، أي ما يعادل 46 ليلة مثل ما ذكرنا، بسبب التوتر الذي يعد السبب الرئيسي للأرق، ويعتبر استخدام أيضا الأجهزة التكنولوجية في الليل بالإضافة إلى وجود أطفال مزعجين والنوم على سرير غير مريح من ضمن الأسباب أيضا التي تجعل الأشخاص لا يستطيعون النوم. الله يعين اللي ما يقدر ينام. طبعا النوم أهم شيء، خصوصا في الأوقات الناس اللي عندهم فيها دوامات، اللي عندهم جامعة، اللي عندهم برنامج في الضحى، لازم ينامون. برنامج في الضحى لازم ينامون نوم عدلة على أساس إنه ما يكون في أرق أو يكون في تعب. ففعلا إن الأشياء المسببة للإزعاج خصوصا في النوم، استخدام الأجهزة التكنولوجية أو حتى وجود أطفال أو وجود سرير غير مريح، من الأشياء اللي تسبب أرق وأيضا قلة في عدد أوقات النوم. يعني نقدر نقول لهم أنهم يحرصون أكثر على أن يهتمون بساعات النوم، على أساس أنهم يحصلون على كمية كافية من الراحة، كمية كافية من النوم، يقدرون يقدمون برنامج شوية ضحى بكل إبداع وكل تميز. طبعا إحنا ما زلنا وياكم مشاهدينا في أخبارنا، ننتقل لرويترز. كرسي متحرك ذكي لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. جميل نشوف أيضا في من خلال طبعا أخبارنا المحلية أخبارنا العالمية للتركيز أيضا على هذه الفئة، لأن هي فئة جدا مهمة. فشاك الحين نشوف الخبر يقول لكم نجحت شركة طبعا في مدينة برشلونة الإسبانية في ابتكار كرسي متحرك ذكي، طبعا يستعين به الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الحركة بلا قيود، بعد أن تثبت صعوبة استخدام النماذج التقليدية لدى الأطفال الذين يفتقدون المهارات الحركية الضرورية أو ذوي القدرات العقلية المحدودة. تم طبعا تصنيع النموذج التجريبي للكرسي بالاستعانة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وأجهزة الاستشعار التي ترصد العوائق والعقبات في الحيز المفتوح لترسل بيانات بشأن أقرب عائق، إشارة إلى أن الطفل يمكنه تشغيل الكرسي المتحرك وإدارته بضغطة بسيطة من اليد، الأصبع أو حتى الذقن والرأس، بحيث يلبي الاحتياجات الفردية للطفل. طبعا جهود يشكرون عليها، حلو أكيد. نشوف هذا الاهتمام، حلو نشوف هذه الاختراعات والتطور دائما في خدمة الأطفال أو الإعاقة أو اللي نقدر نقول عندهم في خلل بسيط، فشكرا لهم. خلينا نقول شيء شوق أضيف على هذا الخبر، أن دائما التكنولوجيا والتطور عندما يسخر في خدمة فئة من المجتمع، عندما يسخر لهذه الحالات الإنسانية، هني إحنا نرفع القبعة دائما للتكنولوجيا فعلا. والتطور يكون خير علينا. إذن آخر خبر معانا اليوم يا شوق يقول لك جوجل تتيح معرفة أوقات الازدحام بالمتاجر. طبعا هاي الخبر حلو، هاي أحلى خبر الحين كل الناس يعرفونه، بالنسبة لكم خصوصا كنساء حريم اللي بيروحون السوق يعرفون الزحمة متى. خلنا نشوف الخبر عشان نعرف شلون. يوفر تطبيقات جوجل مابس لخدمة خرائط الإنترنت وجوجل سيرش للبحث على الإنترنت لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام تشغيل iOS يعني الآيفون، وتنتجها شركة أبل الأمريكية خدمة جديدة تتيح لهم معرفة أوقات ذروة الازدحام في متاجر معينة. ويعتمد التطبيقان على البيانات التي يقدمها مستخدمو الهواتف الذكية، كما أن الذين يتبادلون بيانات location history أي تاريخ الموقع مع جوجل يصبحون تلقائيا جزءا من مصدر بيانات الخدمة الجديدة. طبعا شوق الحين خلاص عرفنا متى اوقات الزحمة في المولات، عشان ما الحين كل حد اللي ما نزل هالبرنامج هالابلكيشن ينزله عنده على اساس انه دائما يعرف اذا متى يروح، على اساس انه ما تكون هناك في ذروة الازدحام. واحد يروح في الاماكن اللي تكون فيها زحمة بسيطة حتى عشان يحصل بارك الحين مع بعد الاجازة وكذي ما في مكان. اكيد بعد تعرفين انت المولات شلون زحمة، انتم طبعا حريم تعرفون المولات والاسواق شلون يكون فيها زحمة. طبعا اكيد اذا مشاهدينا احنا جميل استمتعنا بهذه الاخبار، شفنا كميه كبيره من الاخبار المحليه والدراسات العالميه، فنقدر نقول هني اختتمنا جولتنا الاخباريه، لكن اكيد راح تنتظرنا الكثير من البرامج، الكثير عفوا من الفقرات وايضا الضيوف، وراح نتكلم ايضا عن دور جامعه قطر في الاهتمام بالتخصصات تحديدا الهندسه، لكن بعد هذا الفاصل.
عودة لكم من جديد مشاهدي الكرام في برنامجكم فيضحة. تونا أثناء الفاصل نتكلم أنا وشوي، نقول دائما جامعة قطر لها بصمة في الأخبار، لها بصمة في الضيوف، لها بصمة في التقارير في برنامج فيضحة، لأن بالفعل فعالياتهم والنشاطات اللي يقومون فيها جامعة قطر بشكل خاص وجميع الجامعات في قطر يشكرون عليها. وهذه هي يعني توصيات الدولة في تطوير التعليم وتطوير أيضا القطاع التعليمي وتركيزه أيضا على تخريج الكوادر القطرية اللي خدمة سوق العمل وخدمة قطر في الأخير. شنو عندنا الحين يا شوق؟ فعلا أكيد طبعا احنا في اسما قلنا وذكرنا مشاهدينا دائما حريصين على تسليط الضوء على كافة الفعاليات، كافة الأمور، وتحديدا نفس ما ذكرنا في جامعة قطر، نفس ما قلت لكم في هناك اهتمام كبير، اهتمام نشكرون عليه طبعا كجامعة قطر، فرد فرد، طاقم التدريس، الهيئة، وكل من يعمل في جامعة قطر. راح ننتقل أكيد لهذا الخبر، وتحديدا نبتدي معها اللي هو تحقيقا لرؤية قطر 2030 في التنمية البشرية. تعمل جامعة قطر على إعداد وتجهيز الطلاب في المجالات الهندسية، طبعا الالتحاق بسوق العمل ودفع عجلة التنمية في قطر، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الطلاب لسد الحاجة في سوق العمل، والتي طبعا يبلغ 40,000 متخصص في هندسة الحاسب الآلي. للحديث أكثر حول هذا التخصص وهذا الموضوع صرنا نستضيف معنا الدكتورة سمية المعاضيد، رئيس قسم علوم وهندسة الحاسب بكلية الهندسة في جامعة قطر. حياك الله معنا، سعيدين جدا بتواجدك اليوم معنا، خصوصا نفس ما ذكرنا ان هذا الموضوع جدا مهم جدا مميز، فجميلة تكونين معنا نسلط الضوء عليه اكثر. حياك الله معنا. سعيده بتواجدي معاكم، وانا اسعد بتواجدي معاكم بنتي شوق وابني سلمان، وسعدت اكثر ان عرفت انكم مضين في جامعه قطر، انت معنا موجودين. والله بتكلم عن تخصص هندسه وعلوم الحاسب، هو من اكثر التخصصات طلبا في قطر على حسب دراسه قامت بها جامعة قطر وقامت بها هندسة وزارة الاتصالات. عندنا في جامعة قطر تخصصين للبكالوريوس، تخصص هندسة الحاسب وتخصص علوم الحاسب. وفتحنا سنة 2009 تخصص الماجستير في علوم الحاسب أو الكمبيوتر in general، وفي 2011 بدينا في الدكتوراه. نعم. السنة الفائتة كان عندنا أول خريج دكتوراه في جامعة قطر، في جامعة قطر هو من قسمنا، من قسم هندسة الحاسب. دكتورة الله يعطيكم العافية طبعا على هذه الجهود. أبي أعرف شنو أهمية يعني تخريجكم للطلاب اللي يحتاجهم سوق العمل القطري؟ تخصصنا مهم جدا في سوق العمل القطري، يعني الى الان في نقص، يعني الى الان تجينا طلبات ان يبون خريجين من قسمنا ان يعني يغطون المطلوب في سوق العمل، خصوصا يعني الخريجين القطريين. يعني عندنا تخصصات مختلفه اللي ممكن يشتغل فيها خريجنا. مثل ما تعرفون الكمبيوتر هو ممكن يستخدم في كل مكان، يعني صحيح. كل مكان يقدر يشتغل فيه يعني خريجنا. من اهم القطاعات قطاعات النفط والبترول، يعني الحين كل شيء يشتغل على الكمبيوتر، يعني الانظمه هذه يعني الانظمه اللي تشتغل عليها تشتغل تحتاج ناس متخصصين في الكمبيوتر. والانظمه هذه يعني لازم تكون سكيورد، اللي هي يعني اللي هي يعني تحت الامن الامنه. فإذا كان في متخصص قطري متخصصين يستخدمون هاي الأنظمة، يعني هاي بيكون يعني استفادة للدولة فيها. فعلا نقدر نقول يعني نشوف أن هناك مجالات عديدة، نفس ما ذكرتي دكتورة أن يقدر الخريج يشتغل في وين ما كان، لنا فعلا نفس ما يقول في احتياج في السوق القطري، في خصوصا أن أنتم كهندسة عندكم أكثر من مجال تتفرع تحت الهندسة، في سواء الكمبيوتر أو غيره، فمجالات راح تكون عديدة. طبعا دكتورة أنت قبل شوي أنت قاعد تقولين أن هناك في برامج أنتم تقدمونها بالنسبة حق الماجستير والدراسات العليا أو البكالوريوس نقدر نقول، فنبي نتحدث شوي أكثر قبل ما نتطرق أكثر للحديث عن الأعمال، نتحدث أكثر عن هذا التخصص. حابين نعرف بالنسبة حق البرامج اللي أنتم تقدمونها لدعم هذه لدعم طبعا الطلبة، لدعم هذه اللي عشان يشتغلون أكيد في السوق القطري خدمة الوطن وخدمة المجتمع. إحنا ننظم سنويا اليوم المفتوح يعني للطلاب أو يلتقون فيه بسوق العمل اللي ممكن يعني في نفس الوقت يطرحون عليهم وظائف يعني، ونعملها بالاشتراك مع كلية الهندسة. طبعا كلية الهندسة هي اللي تعمل اليوم المهني نسميه، بنسويها السنة في فبراير إن شاء الله، ويلتقون فيه الطلاب يعني سوق العمل المستقبلي لهم.
وفي نفس الوقت انه ممكن يحصلون على سكولرشيب، يعني انه يعني يكملون الدراسه. اكيد دكتوره، يعني خد تكلم شوي اكثر، نوضح للساده المشاهدين خصوصا المهتمين في هذا التخصص. الان انا كطالب دخلت عندكم هذا التخصص، هل ممكن انه يتم مثلا يكون مثلا عندي سبونسر، او يكون عندي ابتعاث سواء خارجي او داخلي، او حتى اذا خلص مرحله البكالوريوس عندكم، هل ممكن الكليه تتبنى هذا الطالب ليكمل دراسته العليا سواء داخل او خارج الدوله؟ طبعا احنا من يعني اكثر الاقسام اللي عندنا يمكن ناس يدرسون برا، يعني في كل سنه. السنه اللي فاتت عندنا اثنين من خريجين الدكتوراه اللي عندنا حصلوا على جائزه التميز من المجلس الاعلى للتعليم، واللي قبلها بعد حصلوا، واللي قبلها بعد، يعني كلهم من قسمنا اللي كانوا ماخذين دكتوراه من قطريين متخرجين ماخذين الدكتوراه. اذا قسم يؤهل شوق، يعني طلبه متميزين، طلبه حتى على مستوى الدوله ويكرمون بافضل المراتب وافضل الجوائز. فعلا. طبعا هي دكتوره قاعده نشوف بعض الصور عن التجهيزات يمكن اللي انتم قاعد تستعدون تسوونها. هذه مسابقه سويناها في شهر 11 اللي هي تصفيات مسابقه الروبوتكس لدول مجلس التعاون. تصفيات سويناها في قطر لجميع يعني اللي الجامعات الموجوده في قطر، وفازت فيها جامعه قطر بالمرتبه الاولى والثانيه، وتاهلوا وراحوا وبثلوا لنا في الكويت. طبعا احنا نفتخر بوجود نفس هذه الطاقات الشبابيه، اكيد اللي احنا نشوف باعتزاز وفخر ان كجامعه قطر تطلع هذه المواهب وتسقلها، اكيد طبعا من خلال نفس ما قلنا الورش، من خلال التدريبات اللي انتم قاعد تعطون لها، وايضا المسابقات انكم تعززون الثقه. طيب دكتوره، انا بنتكلم اكثر بالنسبه حق الطلبه، طلبه كليه الهندسه. احنا نعرف تقريبا في جامعه قطر كل قسم او كل تخصص له ساعات معينه بالنسبه ان الطالب يتخرج. فنبي نعرف كأنتم قسم الهندسه، كم ساعه يتطلب على الطالب انه ياخذهم اكيد على اساس انه يتخرج ويحصل على الشهاده؟ انا مثل ما قلت لك عندنا برنامجين، برنامج علوم الحاسب 120 ساعه متطلبات التخرج، ويختلف برنامج يعني قليلا عن البرنامج اللي هو الهندسه. الهندسه الاكثر الهاردوير اللي هو تخصص الاجهزه نفسها، السوفت وير او البرامج اللي هو تخصص علوم الحاسب. مثل ما يختلف قليلا، يعني مثل تطبيق الجوجل ماب اللي شفتوه الحين، هاي ممكن خريج الكمبيوتر ساينس اللي هو علوم الكمبيوتر هو يمكن يسوي نفسه، يعني او ممكن يسوي برنامج لطرقات قطر يعني اذا مش موجود. إذن يعني برامج كثيره ممكن يعمل عليها طلاب القسم. دكتوره، الان الطلبه اللي ناويين يلتحقون بهذا البرنامج او بكليه الهندسه بشكل عام، شنو المؤهلات اللي لازم تكون عندهم كنسبه او كبرنامج فاونديشن او سنه تاسيسيه؟ هي المتطلبات نفس متطلبات كلية الهندسة، متطلبات يعني عامة انه يتخرجون اعتقد 5 في الـ ILTS، يعني في الـ وفي الـ وبالرياضيات بعد يحظون علامة معينة. متطلبات سهلة جدا يعني، وبالنسبة للثانوية 75%. فحلى تعطوهم انتم الفرصة اكيد اللي كل حاب يدخل هذا المجال ويتخصصه، في نسبة انه 75% جميل يعني انهم يقدرون يتخصصون هذا المجال. اكيد احنا ايضا حابين نعرف عن بالنسبة للطلبة، انتم نفس ما نعرف ان انتم تقريبا بديتوا من 2011 الدكتورة، وقلنا قاعد نشوف هناك ما شاء الله في خريجين دكتورة من جامعة قطر تحديدا من هندستكم، فنبي نعرف بالنسبة حق هذيلا اذا مثلا هم حابين يتوظفون في اماكن مثلا في جامعة قطر او حتى في الشركات العامة او الخصوصية، هل يتم من طريقكم او شلون؟ يعني هل يكون مثلا انتم عندكم مساعدة ودعم؟ معظم طلاب الماجستير اوريدي يشتغلون يعني في اماكن، ويون يعني هم عندنا العصر يكون الدراسه، فيشتغلون يعني ويون يدرسون بعد الظهر، ويكونون اصلا سبونسر باي، يعني يعطونهم فرصه اللي يشتغلون يعني، او ياخذون من المجلس الاعلى للتعليم ممكن يعني ياخذون تفرغ للدراسه مثل ما نقول. طبعا احنا تحدثنا عن الجو الدراسي وعن الطلاب، عندكم مسابقه تقومونها هي مسابقه الحوسبه، صح؟ نتكلم اكثر عن هذه المسابقه، شنو هي فكرتها؟ المسابقة كل سنة تتغير فكرتها، يعني آخر سنوات سويناها روبوتكس اللي هي روبوتات اللي هي رجال آلي يعني، فهو السنة إن شاء الله بنسويها روبوتات، لأن يعني لقينا إقبال عليها من الطلاب الثانوية، بس بنغير يعني فكرتها شوي، بنسويها جولة حول قطر. جميل. اي فالروبوت بنخلي الروبوت في مسار يدور حول قطر، وبنحط له يعني اماكن من قطر، يعني بيروح الخور وبيروح نخلي الروبوت شيء يعني رائع بالفعل. شوق، متى راح يكون وقت المسابقه؟ بيكون تقريبا 7/5.
ان شاء الله. وراح تكون ايضا هناك مثلا دعوه للمدارس قطر انهم يجون ويشوفون هذه الفعاليه، خصوصا انها جميله وفريده من نوعها. كل المدارس مدعوين ان يشاركون في المسابقه ان شاء الله. هذه اكيد طبعا دعوه احنا من برنامج في الضحى لكل المدارس انهم يروحون ويشوفون هذه الفعاليه لانها فعلا جميله ولازم ويجب طبعا يسلط الضوء عليها. اكيد احنا ما زلنا مستمرين، راح نتكلم ايضا بالنسبه شوي عن طلبه الهندسه اكثر وعن الفعاليات اللي انتم تقومون فيها من خلال الترويج لقسمكم. الترويج هو اكثر يعني اكثر مسابقه اللي هي مسابقه الكمبيوتر، ولقت اقبال يعني من الطلاب يعني على السنوات الفائته. وايضا عندنا اليوم المفتوح لكليه الهندسه في ترويج، وعندنا زيارات المدارس يعني للترويج للقسم. طيب عفوا بس ان مثلا من خلال زياراتكم للمدارس شنو الاشياء اللي تقدمونها انتم للطلبه، خصوصا مثلا انتم اكيد يوم تروحون تحبون تحببوهم اكثر بالقسم الهندسه على اساس انهم يقدرون يلتحقون فيه فيما بعد في الجامعه. احنا اصلا عملنا دراسه يعني مبدئيه ولقينا ان الطلاب ما يعرفون عن تخصص الكمبيوتر يعني، او يعتقدون انه هو تخصص صعب جدا وصعب الواحد يتخصص فيه. فاحنا يعني نحاول نشرح لهم ايش تخصص الكمبيوتر، ايش المجالات اللي ممكن يشتغلون فيه، فمن خلال هالمسابقات ومن خلال هالزيارات ويعرفون ان اصلا يعني ايش التخصص. لو نتحدث اكثر بجانب التسويق او الترويج للقسم خصوصا لطلاب الثانويه العامه، يعني احنا ممكن اتذكر انا على ايامي كان عدد من الكليات يدخلون الجامعه لطلاب مثلا قسم الادبي انهم يروجون للتخصصات الادبيه، لقسم العلمي التخصصات العلميه. يعني هل دوركم كتسويق لهذا التخصص يعتبر كزيارات ميدانيه للمدارس، او في حتى وسائل اخرى ممكن ان انتم تروجون للقسم اكثر للطلاب المقبلين على الدخول للجامعه؟ من غير زيارات الحين المواقع الانترنت يعني هاي احنا قاعدين شغالين على السوشيال ميديا يعني عندنا موقع على الفيسبوك، عندنا موقع على تويتر، ويعني وشغالين على هالموضوع ان شاء الله. هاي شيء حلو شوق، وهذه دعوه لكل واحد مهتم بالهندسه، مهتم بهندسه الحاسب الالي انه هو يتواصل مع حسابات الكليه في تويتر، في الفيسبوك، في ايضا المواقع الالكترونيه عشان يعرف اكثر عن هذا التخصص اللي ممكن يغوص فيه ويدخله ويكون له فرص في العمل اكثر. دكتور فعلا. طيب دكتوره، بما احنا قاعدين نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي ودورها اكيد في انها تنشر الثقافه، تنشر الوعي، خصوصا اننا قاعدين نشوف الحين اقبال كبير على جميع الفئات العمريه سواء حتى صغار كبار انهم يهتمون في هذا المجال واكثر في الحاسب الالي، يمكن من خلال التطلع الحين قاعد يشوفونه السوق انه محتاج ايضا كميات كبيره من هذه الفرص العمل. نبي نتحدث اكثر عن هذا التخصص ونقول حق مشاهدينا واللي حابين يتخصصون اكثر هذا المجال انه هو فعلا سهل. يمكن احنا في البدايه نفس ما ذكرنا عندنا فكره خاطئه، مفهوم خاطئ انه هو كماده يمكن تكون دسمه، يمكن تكون صعبه، لكن اللي حاب يمارس هذه الدراسه، اللي حاب يدخل فيها يتخصص فيها راح تكون سهله، مش نفس المفهوم اللي احنا عندنا. هي يعني مش سهله، لكن يعني اللي حابه يعني هي ممتعه بالنسبه حق اللي حاب يشتغل فيها. فمثل ما شفتوا الصور اللي كانت انعرضت، شفتوا المشاريع الطلاب اللي عندنا يعني مشاريع متنوعه، مشروع مثلا مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو مشروع البيت الذكي، يعني كلها مشاريع متنوعة لا نهائية يعني، أو مشروع الكشف عن آبار البترول إذا فيها أشالخ ولا شيء، يعني في روبوت يدخل الأنبوب البترول يشوف الشلوخ الموجودة، يعني في يعني لا نهائية المشاريع. مشاريعكم وفازوا طلاب أدق التفاصيل. وفازوا طلابنا في مسابقات عدة، يعني في شهر 11 الحين كان مسابقات الانترنشيب اللي هي بالتعاون بين كلية الهندسة وبين كلية الإدارة والاقتصاد، اللي هي الإبداع في الشركات الناشئة، فازوا طلابنا فيها يعني طلاب كلية علوم الحاسب. وأيضا عندنا طلابنا فازوا في مسابقة الابتكار في اللي نظمتها مايكروسوفت، وعندنا طلابنا بعد فازوا في المسابقة الروبوتكس اللي في التصفيات قطر فازوا فيها، وعندنا طلاب الدراسات العليا فازوا في مؤتمر اللي هو استخلاص البيانات من تويتر
انجازات عديده شوق فعلا. اي طبعا كلية. احنا نحب نهنيك ونهني كل الطلاب اللي فازوا وجامعه قطر اكيد بالتحديد على هذه المشاركات الفعاله على هذا الانجاز وهذا الفوز. طبعا نتمنى لكم التوفيق اكيد في السنوات الجايه وان شاء الله من تطور الى تطور من فوز الى فوز. فشكرا لك دكتوره على هذه المعلومات اللي قدمتيها لنا. شكرا لك دكتوره على هذا التواجد وعلى هذه المعلومات اكثر عن كليه الهندسه وعن قسم علوم الحاسب الالي. اذا مشاهدينا الكرام من استديو برنامج فيض ضحى الروح لزميلنا العزيز عمر الشمري قريب هنا في كتارة. ايش عندك يا عمر؟ عندي كل الخير اخوي سلمان، عندي كل الخير. تحيه لك هذه بدايه وتحيه للزملاء في الاستوديو والى جميع مشاهدين شاشه تلفزيون قطر. نقول لهم مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نقلنا اليوم بيكون ان شاء الله من كتاره مثل ما ذكر اخوي، وبالتحديد من المركز الشبابي للهوايات. بنتكلم عن المعرض اللي يقام هنا، وهي ايضا مسابقه بيزودنا اكثر معلومات عن هذه المسابقه اخونا عبد الله حمدان المناعي. نرحب فيه ونقول له السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي عبد الله، تكلمنا بداية عن هذا المعرض، متى انطلق وإيش كانت أهدافه؟ والله هو انطلق بمناسبة اليوم الوطني، وهو مسابقة خاصة عن المسير، وطبعا شاركوا مجموعة من القطريين والقطريات وشاركوا في معرض ما شاء الله أنت قدامك، يعني لو شفته بتكون يعني مستوى عالي. طبعا هي عبارة عن مسابقة أساسا، المسابقة فازوا فيها حول 8 أشخاص وبتشوف ما شاء الله نتائجهم. نعم. إذن المسابقة هي تحت عنوان المسير مثل ما أنا تقريبا سمعت. إحنا أخذنا جولة داخل نعم المعرض، مشاهدينا موجود في كتارة، اللي يحب يجي يطلع على الصور ترى صور حلوة وكلها صور التقطوها شباب قطريين، وهي مسابقة حقيقة لصور تلتقط من مسير اليوم الوطني. ما هي الجوائز اللي رصدت لهذه المسابقة؟ طبعا الجوائز يعني تقريبا 15,000، المركز الاول ياخذ 5,000، المركز الثاني ياخذ 3,000، والمركز الثاني الثالث ياخذ 2,000، وطبعا الاخر شيئين 1,000 2,000 ينتهي. نعم. من متى وهذا المعرض اخوي موجود؟ اخوي عبد الله من متى المعرض موجود؟ قبل اليوم الوطني بايام يعني. نعم. كان المعرض وصارت في لجنه تحكيم هنين، عقدت لجنه تحكيم تشكلت من خليفه العبيدلي، الأستاذ خليفة العبيدلي وعندك الأستاذ شيخة والأستاذ بدر العبيدلي، ما شاء الله هم يعني حكموا. طبعا كانت الصور كثيرة، وهذه هي يعني خلاصة الصور اللي هي تحكمت هذه في المعرض. نعم. إذن المعرض بما أنه قبل اليوم الوطني، يعني من قبل اليوم الوطني موجود، معناته هو مش حصرا لهذه السنة، هو من قبل موجود. نعم، هي أصلا حق السنوات السابقة هالمعرض، يعني هو كان حصيلة السنوات السابقة من الصور اللي صوروها القطريين. نعم. سويناهم خاصة في المسير هذا. طيب لو تكلمنا عن شروط المسابقة أخوي عبد الله، شنو شروط المسابقة؟ إيش يعني المفترض أن الواحد يسوي عشان يقدر يشارك في هذه المسابقة؟ يعني تكون الصورة من التقاط المصور نفسه، هذا شيء أساسي يعني تكون فيها. طبعاً في معايير معينة، جودة الصورة نفسها عشان هي بتكون فيها معرض في نفس الوقت. وأيضاً أن يكون يعني يخضع للشروط الأساسية اللي هي مثلاً ريزوليوشن الأمور هذه، بس هذا ما فيه شروط معقدة يعني. نعم أخوي عبد الله، عندنا كثير من الشباب اللي عندهم هواية التصوير الحين اللي شوفنا من خلال شاشة تلفزيون قطر ويبي يشارك في هذه المسابقة، وين يروح؟ طبعا يجينا المركز هنا. نعم. طبعا المركز الحين ما شاء الله يعني يعطي دورات، من ضمنها الحين احنا عندنا حاليا ورشه. نعم. ورشه عمل، دوره حق الاساسيات، اساسيات التصوير. وعندنا احنا حتى كانت قبل هذه الورشه كان في عندنا قطر بعيون اطفالنا. نعم. معرض حلو كانوا حق الاطفال، هم من يعني صغار السن تقريبا من 8 سنين لحد 14 سنه، ويصورون عن اليوم الوطني واحتفالات، ويصورون بعد كذلك عن كتاره وهذا، وسوينا لهم معرض ودعنا حتى ولياء أمورهم، وكان يعني تشجيع كبير يعني لهم. إذن هذه دعوة لهواية التصوير، موقعهم ومركزهم يقولون عند في كتارة في المبنى كم؟ مبنى 18. مبنى 18، اللي يحب يسجل في هذه المسابقات وياخذ دوراتهم موجودين. كلمة توجهها أخوي أخيرا من خلال هذا النقل.
والله نتمنى من كل قطري وقطري يجون هالمركز يعني خاصة المصورين. الصراحة مركز يدعم القطريين بشكل كبير وحسافة يعني الناس هذه يعني بدل لا تضيع أعمالها في الانستغرام بس فقط لا تحاول أن تشرك المعارض وتشوف النظام شلون صاير في التشكيل المعارض والكتب كذلك. إن شاء الله المركز في خطوة أن يسوي كتب عن قطر الكتب يعني سواء حق المتاحف أو حق جهات حكومية. هذا إن شاء الله إحنا نتمنى هذه الخطوة تكون مستقبلية وإن شاء الله إذا إحنا نحاول نجمع الناس اللي عندها الهوية والطاقات لأن في قطر طاقات هوايات نشوفها على الانستغرام يعني ترقى للعالمية الصراحة أمانة يعني. وأنا أتمنى أن يستضيف يجون هني ونستضيفهم في المركز ونعطيهم الدعم اللي يستهلونه. وهم جالسين يسمعونك الحين إن شاء الله واللي عنده هواية مشاهدينا لا يهدر هوايته يجي للمركز مثل ما سمعتم من أخونا عبد الله حمدان المناعي. المركز موجود ومفتوح ودائما الدعم موجود ما يقصرون جزاهم الله خير. مشكور أخوي عبد الله حمدان المناعي كل الشكر لك على المعلومات اللي زودتنا فيها. مشاهدينا كنا في نقل مباشر معاكم من كتارة وبالتحديد من المركز الشبابي للهوايات. بعد هذا النقل نرجع للزملاء في الاستديو. شكرا لك زميلي عمر الشملي على هذا التقرير الرائع وعلى هذه المقابلة مع المصور الرائع عبد الله حمد المناعي. إذا مشاهدين الكرام راح نروح معاكم لفاصل ولكن بعد الفاصل راح نتكلم عن المركز الشبابي للهوايات اللي غطاه عمر الشمري هنا في كتارة. روح الفاصل ونرجع لكم مشاهدين الكرام. عودة لكم مشاهدينا ويا هلا يا مرحبا فيكم لكل من انضم لنا خلال هذه الساعة. متواصلين معاكم أكيد فقرات مميزة مواضيع مميزة. وش عندنا الحين سلمان؟ شوق عندنا كل خير إن شاء الله. تونا مخلصين من كتارة ومركز شباب الهوايات معرض المسير راح نستمر بالحديث عن مركز الشباب مركز الشباب للهوايات. حرصنا من وزارة الشباب والرياضة على تمكين الشباب قامت الوزارة بدعم وتطوير قطاع الشباب للارتقاء به طبعا إلى الاحترافية المهنية وتحقيق المشاركة الفعالة من قبل الشباب والمحافظة أيضا على الهوية وذلك من خلال المراكز الشبابية التي تدعم القدرات والمواهب وتنميها للمشاركة الفاعلة محليا وعالميا. للحديث أكثر عن أحد هذه المراكز وهو المركز الشبابي للهوايات يسرنا أن نستضيف الدكتور عيسى الحر نائب مدير المركز الشبابي للهوايات. صباحك الله بالخير دكتور عيسى. صباحك الله بالعز والنور والله يعطيكم العافية على الجهد الطيب هذه اللي قاعد تبذلونه. طبعا دكتور عيسى احنا سعيدين بوجودك اليوم معنا نتشرف فيك خصوصا أنت لك باع طويل مش فقط في هذا المجال أيضا في التقديم وغيرها من المجالات فجدا سعيدين بتواجدك اليوم معنا. أنا أسعد بذلك بالعكس وهي تكون إن شاء الله انطلاقة طيبة المركز مع سنة جديدة بإذن الله الواحد الأحد وعلاقة طيبة مع الشباب مباشرة إن شاء الله. طبعا بما إحنا راح نتكلم اليوم أكثر عن وتسلط الضوء أكثر عن هذا المركز حابين نعرف أن أنتم كبداية طبعا جميل أن هذه لافتة وتشكرون عليها أنكم تجمعون هذه الشباب تحت مظلة أكيد اللي هو خدمتهم وتقديم لهم الأفضل للاستمرارية. فلو نتكلم شوي أكثر عن هذه الطاقات الشبابية نتكلم عن المركز الشبابي وشنو دوره والأهداف اللي أنتم تحققونها وحابين تحققونها في السنة المقبلة إن شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طبعا مركز الشباب للهوايات حاليا يضم أربع هوايات رئيسية هي هواة جمع الطوابع والعملات هواة التصوير الضوئي وهواة الحمام الزاجل وهواة اللاسلكي. هذه الهوايات كبداية انطلاق للمركز كانت عبارة عن جمعيات متفرقة صار الآن تحت مظلة واحدة. يمكن اللي بتكلم عنه يدرون عن الهواء أكثر من المتابعين فقط من الخارج. كان الهاوي مسكين لو يبي يشارك مثلا في أي فعاليات داخلية أو خارجية على مستوى الخليج أو الوطن العربي أو حتى على مستوى العالم
يبذل الكثير من الجهد، ياخذ اجازه خاصه فيه، يبذل شوي جزء شوي من جيبه مسكين. اذا مثلا بيطلع صور معينه يضطر هو يشتر العدسات او يختار البورت اللي يحط عليه الصوره. نفس الشيء اذا كان عنده مثلا في الحمام الزاجل لما يربي الحمام، عنده مساكين الاكل والرعايه الصحيه والدكاتره، مصاريف كثيره فعلا. فكان جهد الهاوي نقول يمكن 30% للهواية و70% لتنظيم هذه الهواية. صحيح. لترتيب هذه الهواية، للخروج في هذه الهواية والمشاركة فيها. جاء المركز الشباب الهوايات يشيل عن هاي 70% في الكامل، وإحنا نقول لك كل هاوي في المجالات الأربعة أو غيرها أنت ركز على هوايتك فقط، الأمور الإدارية والمالية والتنظيمية كل هذا إحنا نشيلها عنك. صحيح، هذا بالفعل جهود تشكرون عليها كمركز شباب الهوايات. خلينا نتحدث بشكل صريح شوي، طبعا إحنا الشباب خصوصا ما نحب نكون تحت مظلة شيء أو تحت صحيح. قيود معينة أو تحت يعني واحد يفرض شروط علي. أنا أحب أكون دائما في ممارسة الهوايات إنسان حر مستقل. صحيح. يعني هل هناك، وهي ميزة الهواية أن طبعًا. أنت تطبقها مثل ما تبغي بالطريقة اللي أنت تبيها يعني. فهل مركز شباب الهوايات طبعا يدعم الشباب لممارسة هوايته بشكل مستقل، أم هناك في شروط وقوانين معينة تحد من جمالية الهواية، أن الهواية إذا كانت بحرية تكون دائما أحلى؟ لا، هو شوف الهواية أصلا من طبيعتها كلمة هواية أن ما حد لها علاقة فيني. أنا أصور بالطريقة اللي أنا أبغيها، بالوضعية اللي أنا أبغيها، بالصور اللي أنا أحبها. أنا أحب المباني، أحب مثلا كرمكم الله مثلا الحيوانات أو الأشياء التراثية أو أي حاجة. إحنا ما نتدخل في تفاصيل الهواية، وبالتالي حتى لو أنت شفت تركيبة الهيكلة المركز بتلاقي القيادات ما لها علاقة في الهوايات كهوايات. يعني أنا مالي في التصوير يكون أنافس التصوير، ولي علاقة في الحمام الزاجل كون ينافس الإخوان في الحمام الزاجل. لا، الهواة يدرون نفسهم لنفسهم. وعلى فكرة هاي يمكن شجعني أن أطرح لك نقطة الآن، إن شاء الله بتكون في شهر 6 القادم بنطرح حاجة اسمها مجلس الهواية. مجلس الهواية أن الهواة لحالهم يختارون لهم 3 أشخاص يمثلهم عندنا في المركز. جميل. فهم يديرون هواياتهم بالكامل لحالهم، إحنا فقط عملية تنظيمية، عملية إدارية، عملية مثل ما نقول إن نشيل الهدك اللي على الأخ هذا، بدال يخاطب وزارته أو يخاطب جهة العمل، أو يخاطب برع مسكين ما يقدر يخاطب، يقول أنت مين أنت خاطبنا؟ فإحنا الآن نتكلم بصورة رسمية، مظلة رسمية نخاطب فيها الوزارات والمؤسسات ده، سواء داخل الدوحة أو حتى خارج الدوحة. فعلا، فإحنا جميل قاعد نشوف إن من قبلكم هذه الجهود أنكم ما تحطون قيود تقيدون هذه الهواية. لا، هو ياخذ راحته، لكن أنتم نقدر نقول نفس ما ذكرت أنتم في البداية أن تقريبا 30% قبل كانت الجهود تبذل على الهوية و70% على الجهود الخارجية، لكن هالمرة راح يكون بذل الجهد تقريبا 100% فقط والتركيز على الهواية. صح. والأمور اللي متعلقة سواء بالمال بالتنظيم كلها راح تترك عليكم. طبعا أكيد احنا راح نستمر في هذا الحديث أكثر، راح نتطرق له، بس تقريبا أمس كان عندكم هو تدشين إلى الفعالية 2016 والاستعدادات اللي قاعد تقومون فيها. فشايك الحين دكتور وزميلي أن ننتقل حق هذا التقرير ونشوف أهم الأشياء اللي صارت أمس، وأكيد لنا عودة من بعد هذا الفاصل وهذا التقرير. نحضر تدشين حملة بطل الراليات عبد الله الربان والتي تنطلق اليوم ضمن استراتيجية عمل الحقيقة. وأعجبني في هذه الاستراتيجية رسالة الرياضة رسالة المجتمع، والذي سيقدم من خلال أخونا عبد الله الربان مجموعة من البرامج والأنشطة التي تخدم المجتمع القطري من خلال مؤسسة راف أو من خلال عدة مؤسسات أخرى في دولة قطر. نحن في مؤسسة راف يشرفنا أن نمنح سيد عبد الله الربان سفير الرحمة، وهي شهادة تعطى لمن يقدم خدمة لمجتمعه أو للإنسانية جمعاء. وسيكون نشاط أخونا عبد الله الربان معنا في عدة فعاليات وأنشطة، من أبرزها مشروع الوطني الحملة الوطنية تيسر أمور الزواج العفاف، وكذلك الحملة الوطنية لمكافحة الديون السلبية الدين شين، وكذلك حملة رحمك الله يا عبد الله المرورية التي تحد من استخدام الهاتف أثناء سياقة السيارة، وغيرها من الحملات المجتمعية التي نقدمها للمجتمع القطري. بالإضافة إلى مشاركاته بطولاته الدولية، أخونا عبد الله الربان حاب يخدم المجتمع مثل ما قال، وحاب إنه يرجع بعض الجمايل الكثيرة الموجودة في بلدنا الحبيبة قطر. عبد الله الربان راح تكون عنده مشاركات مجتمعية
خاصة بطلاب المدارس، خاصة بالجامعات، خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وعنده حلم اللي هو بناء أول سيارة قطرية للمشاركة بالراليات. احنا والله على حسب الخبرات اللي احنا اكتسبناها في 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 بطولات الرياضة، خصوصا بطولات السيارات، من السيارات وحتى صناعة الخوذ والتصميم، احنا حابين ان حتى الجيل نعلمه كيف يكون يتعلم كيف يصمم الخوذ اللي هي خوذ السلامة للسيارات السباقات، وايضا يتعلم كيف اصلا السلامة وكيف صناعة السيارة اللي هي خاصة بالسباقات الراليات. اتمنى ان احنا ان نوصل لمرحلة ان احنا نكون قدمنا لهالبلد لو القليل مثل ما قدمته لنا دولة قطر الحبيبة. موسم عبد الله الربان موسم مميز، موسم فيه البطولات والجولات وفيه خدمة المجتمع والتعليم. عبد الله الربان بيكون إن شاء الله مختلف في 2016، حاب إنه يظهر للناس إنه هو بخبرته وبعمليته يقدر يخدم المجتمع وخصوصا الشباب. تابعونا في موسم 2016 مع عبد الله الربان في حساباته الربان رالي، وحياكم. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام، بعد ما شفنا هذا التقرير عن أنشطة عام 2016 أكيد الأنشطة راح تكون جميلة ومميزة، وندعو جميع الجمهور الكريم والمشاهدين إلى التواجد في هذه الأنشطة اللي تدعم دائما المواطن والمقيم العائش على هذه الأرض الطيبة. طبعا اكيد من الانشطه ننتقل ايضا للانشطه بالنسبه لتحت القسم او تحت المركز. احنا نعرف دكتور تقريبا انتم من سنه 2015 تم افتتاح هذا المركز اللي يضم تحته نفس ما ذكرنا اربع اقسام او اربع مؤسسات. جميل ان احنا نشوف خلال سنه ضميتوا هذه الاجزاء، خلال سنه حققتوا نجاحات كبيره ولله الحمد، مشاركات خارجيه مشاركات محليه. نتطرق شوي اكثر الحديث عن المشاركات، عن الفعاليات اللي انتم تقدمونها خلال هذا المركز. وبداية الإنجازات أو المشاركات ما تكون فقط للمركز، خلا أيضا ما نظلم حق الأخوان اللي كانوا قبلنا كجمعيات إلى آخر، يمكن بعض الجمعيات صار يمكن أكثر من 30 سنة 35 سنة، فهي إنجازات مستمرة الحمد لله رب العالمين من أول ما أنشأت أي هواية من الهوايات. يعني كل هواية لها محبينها، كل هواية لها روادها، كل هواية لها أعضائها، يعني حتى اللي ما يصور لكن لما يشوف الصورة يتفاعل معها، حتى لو مش عضو عندنا والله انه هاوي تصوير فهو هاوي تصوير. فالهوايه مفتوحه للمجتمع كله، مش لازم يكون هو مثلا عضو عندنا او عضو عند اي جمعيه او اي مركز يكون هو هاوي، لا. احنا بس مثل ما قلنا احنا نحاول نرتب عمليه الهوايه هذه بحيث انه نساعده في انه يصقل موهبته. يعني من ضمن خططنا ان شاء الله في 2016 تصنيف هاي الهواه، يعني في هاوي مبتدئ، في هاوي مستوى الثاني، مستوى الثالث، مستوى لا حتى لغايه ما يوصل بروفيشنال. فاحنا الان حتى بدينا مثلا مع الاخوان في كتر الله جزاهم خير طلعوا ورشه للاطفال. اطفال عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين يحب التصوير، يحب المناظر، يحب صحيح. وبالتالي هذا نعتبره احنا بذور للهوايه. عطي هذا عقب 10 سنين بيكون هاوي متمكن. اكيد اكيد، وهذا شيء جميل ان يعني زراعة هذه القيمة منذ الصغر تساعد هذا الطفل على أنه يصقل هذا الموهبة. لو نتكلم أكثر عن الناس اللي عندهم هوايات، يعني في ناس عندهم صورة عن المركز أنه يدعم أربع هوايات فقط في أربع مجالات، هل أنتم فقط مركزين على هذه المجالات ولا أي واحد عنده هواية يقدر ينضم إلى هذا المركز لأن المركز ينمي هواياته كمركز شبابي للهوايات؟ صحيح، هو لا احنا انطلقنا بالأربع هوايات، هاي تعتبر من اشهر الهوايات، يعني جمع الطوابع اعتقد كلنا مرينا فيها. أكيد. كل واحد جمع له كم طابع ورتبهم وحافظ عليهم، بس يمكن ما يعرف اصول الترتيب او اصول التنظيم، هذا الان احنا نسقله كعلم. صحيح. شلون تحافظ على المبلغ، مثلا عندك ريال قطري او ريال سعودي او ريال بحريني او دينار بحريني، شلون تحط عليه، شلون تحافظ عليه، هذا علم. فاحنا ننقل هذا العلم للهواه. اما بالنسبه للهوايات لا بالعكس، احنا بدينا بالاربع هوايات، لكن اي مجموعه شباب يمكن انا استفيد من هاللقاء الطيب معك في المنبر المشاهد بكثره. أكيد. اني اطرح ان اي مجموعه شباب عندهم هوايه
لا تنتمي تحت أي مظلة أو لا تنتمي لجهة معينة. نحن مستعدين نتبنى. كيف يتوجهون لو دكتور توضح لنا كيف أنا كشاب عندي هواية أتوجه لك على أساس أن أنا هوايتي يعني تنظم وتسقل من قبل المركز؟ هو بكل بساطة يعني مجرد ما تكون عنده هواية يحط لنا مثل ما نقول ما لم يقول لك عرض ولا برزنتيشن ولا تفصيل ما نحتاج، بس يكون عنده أسس هذه الهواية، يكون عنده مجموعة، ما يصير بعد تسوي هواية حق شخص واحد أو شخصين، على الأقل يكون عنده بيئة للهواية هذه. إحنا الباقي علينا شلون نوفر له المكان وشلون نوفر له الدعم وشلون إذا هو عنده ناس يستقطبهم ما عندنا مانع ندعمه شلون يستقطبهم ننشر الهواية. لكن أي هواية لازم تكون عنده على الأقل 5-10-15 شخص ينطلقون بهذه الهواية. لازم تكون عنده رؤية واضحة وبسيطة شلون بينمي هذه الهواية في المستقبل. مثل ما قلنا إحنا ما نتدخل ترى في تفاصيل الهواية أو تنفيذها، إحنا نتدخل بس في عملية إدارة الهواية ليس إلا. وبالتالي لازم يكون هو عنده نظرة، عنده أنه يتحمل مسؤوليتها، أنه ينطلق فيها. يعني من ضمن الخطط المستقبلية عندنا نزول هذه الهوايات للميدان في المدارس والجامعات. أنا متأكد أن كثير من التصوير موجودين في الجامعات والمدارس، صحيح. كثير من هواة الحمام الزاجل موجودين، بس يمكن ما كان عندهم علم أنه ممكن أحيي تبناهم، ممكن أنهم ينتسبون للمركز هذا. أيضا ممكن نذكر العضوية لهذا المركز. يمكن العضوية كان الإخوان الهواة والآن يستمعون لي يقول لك أخي أنا عضو ولا مش عضو ما استفدت حاجة فعلا. يعني أنا عضو وعندي بطاقة لكن ما استفيد من هالعضوية حاجة. الآن لا، صار العضو مثلا لو فرضنا أنه عنده عضو في التصوير الضوئي، لما يروح حق صيانة كاميراته ويعطيهم العضوية يصير له ديسكاونت خاص، لأن في اتفاق بين المركز وبين الجهات اللي تقوم أو الشركات اللي تقوم عملية الصيانة للكاميرات. فحلو إحنا نشوف نفس هذا الاهتمام إنه حتى في العضوية على أساس إنه يكون هناك استقطاب أكثر لعدد المشاركين. والحلو بعد دكتور إن أنت ذكرت نقطة اللي هو بالنسبة حق الهاوين، إذا هما كانوا عبارة عن مجموعة حابين يدخلون هذه الهواية، حابين يسقلونها أكثر من خلال الورش تقدمونها من خلال أنا نفس ما أعرف إن هناك أيضا ورش وتدريبات من الخارج مش فقط محلية، تكون هناك دورات بشكل صحيح. مستمر صحيح. لهم أساسهم دائما يدعمون تدعمونهم أنتم في سواء المجال هو سقل هذه الهواية أو حتى في مجال التنظيم، وأنهم في المشاركات الخارجية أنكم دائما يكون حاضرين ومتواجدين. فجميل أن هذا طبعا دعوة لكل مشاهدينا إذا هم فعلا عندهم هذه الهواية ومجموعة من الأشخاص هم يجون فقط للمركز ويقولوا لكم ويقدموا لكم هذه الفكرة، أنتم راح تدعموهم بكل الأشكال. طبعا احنا نعرف ان ما شاء الله نفس ما ذكرت دكتور قبل شوي ان انتم اللي الحمد لله من خلال سنه من خلال جهودكم انتم كاداره من خلال ايضا جهود الجمعيات اللي هم تحت هذه المظله كان هناك انجازات كبيره، وندل هذه الانجازات نجاحها دل على نجاح ان فعلا هناك اداره جيده اداره رشيده قاعد تمسك هذه المراكز اكيد تقدم الافضل سواء للناس المنتسبين تحت هذه الهويه او حتى عفوا الهوايه او حتى الشركات وحتى خدمه الوطن. فلو نتكلم شويه بالنسبه عن مشاركات الخارجية بشكل عام، بما احنا تكلمنا تطرقنا سابقا عن المشاركات الداخلية، نتكلم شوي أكثر عن مشاركاتكم الخارجية. مشاركات الخارجية كثيرة، يعني كل هواية ما شاء الله لها مشاركات. مثلا الآن احنا خلال هذا الأسبوع فقط أو الأسبوع الماضي كان عندنا مشاركة في البحرين للطوابع على مستوى الخليج كله، يجتمعون ويشوفون آليات الحفاظ على الطوابع اللي صدرت في مجلس التعاون إيش الجديدة خلال 2015 كامل، وبالتالي يتبادلون حتى جزء من هذه الطوابع. مثلا إذا تصدر الطوابع في قطر تروح حق الجمعيات الخليجية، وإذا صدرت طوابع في السعودية وهكذا يصير تبادل. أيضا عندنا الآن عندنا سباق الحمام الزاجل صار له تقريبا أسبوعين والآن يدخل على الأسبوع الثالث بين المملكة العربية السعودية وبين قطر. طبعا في أيضا دول الخليج معاهم، بس هو أساس المسافات يكون بين قطر والمملكة العربية السعودية. أيضا قبل شهر تقريبا شارك عبد الله الكعبي معانا في الكويت على التصوير الضوئي. فالمشاركات إحنا ما عندنا مثل ما نقول ليفل لها، إحنا عندنا على كل هواية في مشاركات، خاصة لو عرفنا أن التصوير الضوئي أو الحمام الزاجل أو الطوابع لهم مثل اتحادات، الاتحاد الخليجي اللي يضم الخليج فقط، اتحاد الوطن العربي اللي يشمل الوطن العربي، أيضا التمثيل العالمي. وبالتالي هاي كل اتحاد أو كل مجموعة من المجموعات المحلية أو الخليجية أو الدولية لها تمثيل، لها مسابقات، لها في جوائز
على كل مستوى حسب هذا المستوى. ولذلك احنا نحتاج في كثير من المسابقات ان نجيب ناس من برا. كنا اشارك في مثلا في اخر مره كان عندنا مثلا مسابقات على مستوى العالم، لازم اجيب المنظمين لذلك من بريطانيا ومن الاخوان في المانيا يشرحون للهواة كيف يشارك في هالمسابقه، ايش شروط وصوله لهالمسابقه. طيب اذا انا بشارك في المسابقه ايش المترتب او مترتب عندي في الصوره، كيف تكون الصوره؟ طبعا يمكن ما اعرف التفاصيل، بس هم كهواة او كمختصين يعرفون التفاصيل اكثر، يعطون التفاصيل اكيد ادق واكثر على اساس انهم دائما يكونون في الصوره ويعرفون الاليه اللي يمشون عليها. طبعا دكتور عيسى الحر شكرا الف مره على هذه المعلومات اللي قدمتها، شكرا لتواجدك اليوم معنا، وشكرا على هذه الرساله اللي قدمتها لكل اللي عندهم هوايات ويمكن ما طلعوها يقدرون طبعا من خلال المركز انهم يلتحقون في هذه المركز يشاركون وايضا يدعمون هذه الهوايه من خلال صقلها من خلال المشاركات سواء المحليه او حتى الخارجيه. يعطيك العافيه وكل الشكر لك مره ثانيه. شكرا لك دكتور عيسى الحر على حضورك معنا في الاستديو. اذا مشاهدينا الكرام راح نطلع لفاصل، ولكن بعد الفاصل شوق، يعني تعتقدين ان الاكل له علاقه في تقويه المناعه او حتى في الصحه؟ لا ما راح اجاوبك، بخلي معانا ضيفه هي راح تجاوب اكيد على هذه المعلومات. بس اهم شيء شوق لما تاخذينهم في جوله مع الضيفه تكلمين عن الزكام عشان اعرف انا شلون اتخلص من الزكام. اكيد ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام راح نطلع لفاصل، وبعدها راح تاخذكم اختي شوق الى فقره عن التغذيه والصحه. فاصل ونواصل. عودة لكم مشاهدينا من جديد، أكيد نفس ما عودناكم دائما في برنامج في الضحى تنوع الفقرات والضيوف، وطبعا نفس ما عودناكم في كل اثنين راح يكون طبعا ابتداء من الاثنين اللي طاف وراح يستمر إن شاء الله معنا فقرات تهتم بالصحة. أكيد احنا حابين أن نسلط الضوء أكثر على جانب الصحة من خلال الدكتورة ندى، راح تكون متواجدة معنا تقريبا كل اثنين، نصائح نقدر نقول متنوعة بخصوص الجو بخصوص الغذاء أكيد راح نتطرق لها، ولكن راح يكون معنا الحين راح أخليك تكون معنا الزميل سلمان على اساس انه يستفاد، انه قبل الفاصل كان قاعد يقول لي انه انا بكون موجود واساليها عن الزكام لانه هو الحين مريض ما نكتب، فقلت له خليك معنا احساس انه هو بعد يستفيد ويسال اكيد الأسئلة. ان شاء الله اكيد. طبعا نفس ما نعرف ان صحه الانسان وقايته من الامراض تعتمد بشكل كبير على سلامه النظام الغذائي وقوه الجهاز المناعي، والاشخاص طبعا الذين يعانون من سوء التغذيه هم اكثر الاشخاص عرضه للاصابه بالامراض، واليوم نتعرف اكثر عن اهميه وأنواع الغذاء الذي يساعدنا في الحفاظ على الصحة وتقوية المناعة من خلال استضافة السيدة ندى الشمري أخصائية التغذية في المجلس الأعلى للصحة. حياك الله معنا نفس ما قلنا في أسبوعنا الثاني لقاءنا الثاني من يوم الاثنين، فحياك الله معنا وسعيدين تواجدك معنا. أستاذة ندى سعيدين بتواجدك للأسبوع الثاني في برنامج في الضحى. بداية لاحظنا من أمس إلى اليوم تغير الجو حتى تغير صوتي بسبب الزكام. فهل الله يسلمك، فهل تغير الجو مع تغير الجو مع برودة الجو هل لازم أن أنا أغير من أنواع الوجبات اللي أنا أتناولها في اليوم؟ أكيد مع تغيير الجو تلاحظ من حر لبرد ونرجع صح. من برد لحر، هذا راح يزيد من الفرص أن واحد يقدر يتمرض فيهم. فعشان يعني نقلل من الفرص في كذا فيتامينات ومعادن لازم نكثر منهم عشان مع تغيير الجو. يمكن احنا بشكل عام ندى متعرفين علينا عصير ليمون، عصير برتقال، هذه الاشياء نكثر منها خصوصا في الشتاء، او حتى نروح حق الاشياء الدافيه ان نقول دام ان الشتاء على اساس انه ما نمرض ولا هاي. زنجبيل يقولون زنجبيل على اساس ان انتم بتخلصون علي الفقر شوي. لا شفت احنا محاضرين قبلها شكلكم كذي سويتوا دروس قبلها. لازم احنا لازم كذي نسوي سيرش على كل شيء على اساس ان نكون ما جاهزين ما نعطيك مجال احنا.
لا اكيد طبعا انت راح تكوني هنا موجوده، راح تقولي لنا اكثر وتفيدينا عن هذه المعلومات، خصوصا ان انت اخصائيه في هذا المجال. احنا يمكن الابحاث اللي سويناها على قدنا، اشياء بسيطه نسويها. اعطيتونا بدايه which is good. الحمد لله. الحمد لله. لا يعني في نقدر نقول ان اذا دام عندنا احنا هالخلفيه الجيده، ان خلفيه صحيحه، فالحمد لله نقدر نقول ان احنا مستمرين في اشياء صحيحه وعادات صحيحه قاعد نسويها. طيب قاعد نتكلم احنا عن العصائر وعن الاشياء اللي احنا ممكن العادات اللي احنا نسويها، خصوصا مع تنقل او اختلاف المواسم من الشتاء للصيف. نبي نعرف ايضا اكثر حول، بما انه هو مسكين مصاب بالانفلونزا، نبي نعرف شنو الاشياء اللي ممكن تقلل من نسبه الاصابه، خصوصا يمكن الحين ما في بيتك طري، ما في حد مصاب بهذا المرض، واللي ان شاء الله يعني للحين ما صابه ان شاء الله ما يصيبه ان شاء الله. فشنو الاشياء اللي ممكن انه يتخذها على اساس انه تقلل من نسبه اصابته؟ سؤالك وايد حلو، لان اول شيء خلينا نتكلم عن الصحه. الصحه هي اهم شيء، ان نقدر نقوي فيها المناعه. ومن ضمن الصحه عندنا الرياضه، تقليل من الحالات التوتر والضغط، والاكل. فاليوم بنركز على الاكل، وراح نتكلم على الفيتامينات والمعادن اللي ممكن تقوي مناعتنا. فراح نبدا باول شيء اسمه السيلينيوم. زين، والاكلات اللي فيها اعلى نسبه من السيلينيوم هم المكسرات، المكسرات البرازيلي اللي صاير يم سليمان يمك على ثاني هذه هي يس بالضبط. زين، ثاني شيء عندنا الكبده، وعندنا المأكولات البحرية، وعندنا التونة. زين، عندنا بعدين الفيتامين الألف. الفيتامين ألف، الأكلات اللي فيها أعلى نسبة من فيتامين ألف هو الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، أو أي خضروات يكون الأوراقها من الأخضر الغامج. عندنا بعد الفلفل الأحمر، المشمش، والبيض. زين، هذه كان نقدر نقول هي تقلل من نسبتنا الواحد يصاب بالمرض. اي، وانا قاعده اركز على الفيتامينات والمعادن اللي مفروض نكثر منهم مثل ما قلنا بهالتغيير الجو. فهذول الاكلات اللي فيهم اعلى نسبه من هالشيء. زين، عندنا الفيتامين الها، والاكلات اللي فيها اعلى نسبه من فيتامين ها هو الحب عباد الشمس، الكل يحبها. انا قلت باخذه معي بعد البرنامج، بحطه عندي. لا اكيد، بس شنو نحاول انه ما يكون مملح، هذا اهم شيء. زين، عندنا اللوز، وممكن يكون الحليب او الحب. عندنا مثل ما قلنا السبانخ هم فيها نسبه عاليه من الفيتامين ها، والخضروات اللي تكون من لون الاخضر الغامج. رابع شيء عندنا الزنك. انزين، الزنك عندنا الفطر. انزين، الحبوب الكامله، سواء عندك التوست الاسمر او الشوفان. زين، والفاصوليا والمكسرات. فاحنا نشوف ان ندى هني في تنوع، خصوصا نفس ما قلتي في سواء التونه هاي، يمكن في ناس ما تاكل الاكلات البحريه، فاحنا نشوف ايضا هناك تنوع للي مثلا ما حاب ياكل اكلات بحريه، في فعلا بديلات مكملات غذائيه تكون مليئه بالفيتامين. شوق، احنا تحدثنا مع السيده ندى عن الرياضه، كيف الرياضه ممكن تقلل من نسبه الاصابه بهذه الامراض او تقوي مناعه الشخص؟ مثل ما قلت الرياضه وايد مهمه ان تقوي المناعه، بس دائما الناس ياخذون الفكره ان لما يكون مريضين ان ما يلعبون الرياضه، او ان المرض ان يمنع الرياضه. بس المفروض ان الشخص يسوي رياضه على الخفيف، هل هو المشي، السباحه. انزين، ويحاول انه مثل ما قلت على الخفيف، لان الجسم بروحه بيكون تعبان وقليل من الطاقه. فيعني بنوع قليل من الطاقه، قليل من الرياضه ما راح ياثر طبعا على التدريب. بالعكس، بالعكس راح يقوي المناعه. صحيح. هل في انواع رياضات معينه لازم امارسها، يعني كجري او سباحه، ولا بشكل عام اي رياضه امارسها؟ بشكل عام اي رياضه مفيد، بس احنا مثل ما قلنا نحاول نضيف السترينث مع الكارديو نفس الوقت. جميل. طيب انا اذا ما خاب ظني هذا عسل، صح؟ عسل. زين، بما انه موجود عسل، اكيد طبعا احنا نعرف ان القيمه الغذائيه بالعسل موجوده مهمه جدا، وما كان ذكر بالقران يعني ان اهميته سواء في العلاج او سواء حتى في التجميل يعني. اكيد. زين، لنتكلم شوي عن اهم فوائد العسل في مع تغيير الجو. يعني العسل مثل ما قلنا، العسل معروف انه مفيد ويقدر يقوي المناعه، لان بعدين العسل لانه اول شيء الكحم على العسل في المواد البروبايوتكس. البروبايوتكس هم البكتيريا النافعه، وتكون ضد البكتيريا الضاره. ثاني شيء، هم العسل ممكن يخفف من الالتهاب اللي في البلاعين.
القحة إنزين. وبس النقطة المهمة إن ما نقدر نكثر من العسل، لأن العسل بكثرة الجسم راح يهضمه مثل السكر، والسكر معروف إنه يزيد الزكام. فهي حلو نقطة نسلط الضوء عليها، إنه بالنسبة حق تناول السكر تكون كميات قليلة، نقدر نقول يعني قشرة صغيرة مال شاي وهاي بتكون كفاية بالنسبة. أو حتى على الريج يعني، حتى لو إذا ما ضفتها مع ال... وأهم النقطة للشاي اللي يم العسل وايد مفيد، شاي الأحمر وشاي الأخضر، لأن في المواد المضادة الأكسدة، فهذول ممكن يساعدون من الـ أو يغوون المناعة. جميل. ونفس الوقت هم يعتبر مشروب دافي ويريحنا يعني إحنا بالنسبة حق الجسم، خصوصا حق الريك. صح، الواحد يحب يفضل إنه يشرب أشياء دافية أساس إنه ما تنصدم المعدة في البداية. ومو بس أشياء الدافية، نفس الوقت لازم نكثر من السوائل، لأن لما نكون مريضين جسمنا يفقد الماء، فنحتاج بين 8 إلى 10 كلاسات ماء باليوم، وهذا ممكن يكون من الماء أو من المشروبات الدافية. أحل. جميل. دائما في سؤال يعني يتوارد عند الناس العامة، سواء عندي ولا عند الناس، شنو هو الأفضل أو الأكثر صحيا أني أنا أخذ الأدوية على أساس أنه أتفادى الإصابة بالأمراض، أو أني أستمر على الوجبات الغذائية الصحية على أساس أنه أنا يكون الوقاية خير من العلاج؟ لأن أنا يعني خبرتي والباكراوند مالي على الأكل، أكيد بقول لك الأغذية مهمة. الأكل ممكن تعتبره من أقوى أنواع من الأدوية. فإذا واحد يكثر من الفيتامينات والمعادن اللي تكلمنا عنهم أو ذكرناهم اليوم، إن شاء الله ما رح يحتاج الأدوية اللي، ومثل ما قلت نفس الوقت ترى العسل هم يعتبر من مثل الانتيبيوتيك الطبيعي. فمثل ما قلت الأكل له فوائد مرات أكثر من الأدوية. فلن حتى بعدين مع استمرار أن الواحد يتناول الأدوية أكيد راح يرجع له بالضرر السلبي، سواء يعني لا سمح الله فشل كلوي أو غيرها. الله يبعد عن السامعين يبعد عنا كلنا أكيد هذه الأمراض. فجميل أن الواحد أكثر شيء النفس ما ذكرنا يرجع للمواد الطبيعية، الأشياء الطبيعية، الأغذية، أنه أكيد يقوي جهاز المناعة، وحتى أنه يقي من الأمراض وحق نفسه. هو جدا مهم أن احنا نتناول هذه الأغذية بشكل مستمر، ويكون عندنا نظام غذائي نفس ما ذكرنا في المرة السابقة، يكون عندنا نظام غذائي نتبع لازم يكون جيد ويفيدنا احنا كجسم يرجع بالأشياء الإيجابية. طيب بالنسبة حق المريضين، وهو نفسه واحد من عندهم وكل قاعد يسمعون الحين المريضين، شنو الأشياء اللي يتجنبون تناولها، خاصة مثلا سواء في الزكام أو لما يكون عندهم مثلا احتقان أو شيء؟ وايد مهم. أولا نحاول نتجنب من أي أكل فيه نسبة عالية من الدهون، فأي شيء مقلى اللي هو البطاط، الوجبات السريعة. ثاني شيء الكافيين، فأي مشروب فيه نسبة عالية من الكافيين لأنه يسبب جفاف في الجسم، فعندك هني القهوة أو المشروبات الغازية. وثالث شيء أي أكل فيه نسبة عالية من السكر، لأن السكر مثل ما قلت بيزيد من الزكام. أكيد. سؤال أخير وبشكل سريع أستاذة، أنا واحد صراحة من الناس اللي أهوى أكل الوجبات البحرية أو السمك، شنو فائدة السمك أو زيت السمك في تقوية المناعة؟ السمك معروف إنه يغوي المناعة، لأن في دهون أساسية الجسم من نفسه ما يقدر يصنعهم، اللي هو الأوميجا 3 والأوميجا 6. فهل دهون مو بس يغوون المعانة، مفيدين حق القلب، حق المخ، ونفس الوقت يقدرون يقللون من نسبة الضغط اللي في الجسم. جميل. سبحان الله. يعني لكل شيء أكيد هناك حكمة. صحيح. يعني فعلا يعطيك العافية أستاذة ندى الشمري على هذه المعلومات. صراحة الوقت مر بسرعة واستفدت أنا، خلاص ما راح أكل وجبات سريعة على أساس وهذه بأخذها كلها أنا معايا الحين بعد الهوا. يعطيك العافية حبيبة قلبي ندى، شكرا على هذه المعلومات اللي قدمتيها. أكيد إحنا على لقاء إن شاء الله يوم الاثنين، كل اثنين راح تتجدد إن شاء الله لقاءنا، كل اثنين مواضيعنا راح تكون متنوعة ومختلفة، أكيد حتى كمشاهدين يستفيدون نفس ما إحنا استفدنا، نفس ما هو استفاد، ونفس ما طبعا راح يستفيد من خلال المعلومات من الأشياء اللي راح يأخذها إن شاء الله. شكرا لك وشوق. خلينا نروح للتقرير عن السيارات المستعملة، نشوف هذا التقرير ونرجع معاكم مشاهدينا الكرام. حالة من الركود تضرب تجارة السيارات المستعملة في السوق، أدت إلى تراجع نسب المبيعات لدى المعارض المنتشرة في الدوحة، ويؤكد بائعون أن نسب التراجع تخطت 50%. والله حقيقة السيارات عامة كذا نزلت نزول بصورة غير طبيعية. يعني مثلا هذه سيارة أكو شايفاها أنت الحين
والله يكاد يكون 68,000، الحين 45. ولم تقتصر أزمة أصحاب المعارض على ركود مبيعاتهم فحسب، بل تجاوزتها لأخرى متعلقة بارتفاع تكاليف التشغيل والإيجارات مقابل تراجع العوائد. بجانب الركود في أسباب الإيجارات، ارتفاع الإيجارات، يعني محلات توصل إيجاراتها على من 25,000 و 40,000 و 55,000، يعني الواحد شبيع. يعني شنو هاي البضاعة اللي بتسدد قيمة الأجار 50-60,000 ورواتب الموظفين والكهرب والماء وكله؟ يضطر التاجر أحيانا يرفع الأسعار علشان يغطي جانب الإيجار. ضيف إلى ذلك، يؤكد أصحاب المهنة أن هذا الركود يقابله ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض أنواع السيارات المستعملة وإقبال الزبون على الجديدة، حيث تتنافس جميع وكالات السيارات بالدولة في طرح عروض ترويجية موسعة. لأن الجديد بقى أقل في السعر، فلازم الناس تضطر تجيب الجديد وتسيب المستعمل، لأن الجديد فيه فرق سعر، فنزلت الأسعار الجديد فلازم المستعمل ينزل. فإذا كان التاجر اشترى بسعر غالي ويجي يبيع في الفترة الحالية دي بيخسر فيه. ويرجع البعض الآخر حالة الركود هذه للوضع الاقتصادي العام وتأثيره المباشر على السوق. الأحداث الاقتصادية والسياسية المحيطة أثرت على سوق السيارات بقطر، وهذا سبب يعني بعض النزول مقارنة بالسنوات اللي قبل. يعني نحن كنا باتجاه طلوع، يعني اتجاه نمو لسوق السيارات. السنة هذه ما فينا نقول النزول يعني كبير، ولكن حسب الإحصائيات الأخيرة اللي احنا بنحصل عليها من إحصائيات وزارة التخطيط، يعني في نزول حوالي يمكن 5%. ويأمل هؤلاء أن يصحح مسار السوق مع مطلع العام الجديد، ويعولون على الأشهر القادمة بأن يعود النشاط لسوق السيارات المستعملة من جديد. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتكم في من برنامج في الضحى. طبعا شوق اليوم في حلقتنا تناولنا العديد من المواضيع اللي استمتعنا فيها واستفدنا، وان شاء الله نكون افدنا الساده المشاهدين. تكلمنا عن كليه الهندسه في جامعه قطر، وايضا مركز شباب للهوايات، واخيرا عن الموضوع اللي همني انا صراحه وايد، عن الاغذيه وتقويه المناعه. فعلا طبعا ان شاء الله انت تستفاد والمشاهدين يكونوا استفادوا بهذه الفقرات، بهذه التغطيات، هذه الجوله على صحفنا المحليه، على الفعاليات الخارجيه، واكيد الى المواضيع اللي تناولناها في الاستوديو. طبعا مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، استمتعنا معاكم، ان شاء الله انتم ايضا استمتعتوا معنا بقدر هذه الاستفاده ايضا. فشكرا لكم، شكرا لكل من انضم لنا خلال هذه الساعه. تقدرون ايضا تشوفون الاعاده اللي ما قدر يشوف الحلقه فمره ثانيه. شكرا لكم، في أمان الله.